السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كده جه واحد يعمل معايا انترفيو، فكاتب في السي في بتاعه ان هو شغال بيم ليفل 3. فقلت له انت اشتغلت بيم ليفل 3؟ قال له طبعا. قلت له اللي هو ايه؟ تمام، عرفني، ممكن يكون عندك معلومة مش عندي. فسكت ولف يمين وشمال وبتاع وبلطم شوية بالانجليزي، وفي الاخر مع كتبها وخلاص. هو مفيش حد شغال ليفل 3. هو دلوقتي عشان نعرف ايه فكرة ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3 وليفل 0 والحاجات ديت، هما دول عايزين يعرفوا انت فين وهتروح لفين. عشان توصل لحاجة لازم تعرف انت فين ورايح فين. ممكن تكون انت في ليفل 0، فما تكذبش على نفسك وتقول انت في ليفل 2، قول لي انا في ليفل 0 وهجتهد شوية وهوصل ليفل 1، وبعد كده كده شوية اوصل ليفل 2، وليفل 3 لسه محدش وصل ليه. مفيش حد شغال في ليفل 3 لغاية دلوقتي. ليه؟ هو حتى الان مش واضحه كلمه ليفل 3. يعني هو يقول لك ليفل 3 اي بيم، طب الاي دي اختصار ايه؟ في ناس كتير تقول لك انتجريتد، في ناس تقول لك انترنت، في ناس تقول لك انتجريشن، يعني في كذا كلمه بحرف الاي تنفع. فمحدش عارف يعني الليفل 0 يبقى انت شغال خطوط وشغال بكود وفي البلاله. ليفل 1 يبقى انت بدات تشتغل 3 دي بس مش شغال بيم بكل الاقسام، وبشغال بيم بتكامل طاقتك وحاجات زي كده. ليفل 2 انتوا شغالين انتجريتد مع بعض، يعني ده بيدي ده وده بيدي ده وفي لينك بينك وهكذا. ليفل 3 المفروض ان هو حسب الكلام بتاعهم ان انت شغال في سوفت وير بتعمل كل حاجه، يعني ما بتقعدش تصدر لامتداد مختلف عشان تخش في الفور دي، ما بتصدرش لامتداد مختلف عشان تشتغل مثلا في الاستدامه وهكذا في السستينابيلتي. فهو هنا بيقول لك ايه، ان الليفل 2 دوت بيعمل لي المينيمم ريكويرمنت ستاندرد، الحاجات اللي هي موجوده في اليو كي، الحكومه اليو كي بريطانيا على 2016، هي دي الحاجات اللي مطلبينها منهم، ان انتوا كلكم شغالين مع بعض وكل واحد فيكم عامل لينك مع التاني، وممكن تكونوا شغالين على نفس الملف وعاملين ورك سيت وهكذا. ليفل 3 كانوا بيقولوا ان هو هيبقى موجود في 2020، وانا في ساعتها طلعت في فيديو وقلت لا مش هيلحقوا، لان لسه مفيش حد وصل للحاجه دي في السوفت وير وهكذا. الليفل 2 سيبريت 3 دي بيم، يعني عندي كذا بيم بس كل واحد لوحده وبنتشارك مع بعض المعلومات وهكذا. المفروض بقى في ليفل 3 يبقى الموديل كله هو موديل واحد، يعني ما عنديش موديل معماري وموديل انشائي، لا كله في مكان واحد. هل ده اللي هيتحقق؟ الله اعلم، لسه ما اتحققش. ما هو ممكن يخترعوا حاجه تعمل حاجه ديت او تعمل جزء من الحاجات ديت. في ناس بيقول لك ان الشغل كله يبقى على الانترنت، تمام، وهكذا. فلسه ده في المستقبل. فحتى الان الموضوع مش واضح. انا قعدت مثلا مع 5 دكاتره في تخصص البيم في بريطانيا، وبرده كل واحد فيهم بيقول لك من وجهه نظري، فانا برده بقول لك من وجهه نظري، ما بقولش ان ده اللي هيحصل 100%، لان ما فيش حتى الان حاجه اتعملت فنقدر من خلالها نقول هو 1 2 3 او هو لازم يتعمل بالشكل الفلاني. نامل ان يكون في حد مثلا عربي او مسلم يقدر يوصل لحاجه بسرعه كده نفتخر بيها. دي حاجه يعني نتمناها، يعني تمام، ان احنا حتى الان بنستورد، نحاول بقى نصدر لهم حاجه، نحاول نعمل يبقى لينا بصمه. فالله المستعان. يعني هي الفكره كلها ان تقليل الهدر اللي بيحصل من تبادل الحاجات، يعني بدل ما انت بتصدر لايف سي و يبقى هو كله نفس الامتداد شغال في كل الحاجات وكل الناس شغاله في نفس المكان.